بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه داسية نتاع خونا عبد الحكيم، خونا عبد الحكيم عنده مشكلة نتاع دي مراج في الكهرباء في السيركيلاسيون ولا حاجة، كان سكتت ولا هو حاول يسكتها في مكانه مش يعاود يديماري في نفس الوقت ما تجاوبوش. بون عندنا شكينا كوننا فما مشكلة في الكابتر نتاع الأربراكام، عندنا كابتر جربنا به نفس المشكل، وحابين تو باش نثبتوا إذا كان ممكن حتى اللي خاطر الميز بوان يعملها، نحاولوا نحلوا نشوفوا نثبتوا في الميزبوان كان المشكل ميزبوان ولا كابتير ولا ها. معكم هيك تو باش يكمل العمليه الميزبوان، ما عندكم الميزبوان كامل في الفيديوهات من الاول للاخر، لكن احيانا فما ميكانيسيان ينسى او يغلط اللي البومب اتش بي عندها الميزبوان نتاعها عندها الكلاج نتاعها، فيخدموا على اساس الكلاج نتاع الاتش بي هذيك نورمال ما فيهاش ريبير، وهي فيها ريبير هذيك اللي تخلي تولي الاربراكام هذا يقرا غلط. طبعا لازم نرفع السياره من اللوطه ونجيبوا حاجه نعلقوا بها الموتور باش ما خاطر كيفاش ينحي السيبور نتاع الشان هذا يلزم الموتور يكون معلق باش ما يطيحش. نجيبوا بنانكو ولا شبره ذاك نعلقوا به، ناخذ احتياط نعلقوا الموتور باش كيف نفكوا السيبور هذايا الموتور يبدا معلق. هذه طبعا داسيا، انا معطيكم الفكره على السياره هذه، سياره داسيا هاك اللوغانك اللي كيما نقولوا احنا نسموهم كيما الاكسبريس وكيما البارتنير وكيما البرلينغو. Let's see, can I? What's thank you? What's thank you? What's thank you? حط 5 مش ندور به الموتور، نحط فيتاس. معناتها هو يزبط 19 اي يعني سنتين 21 19 اي سنتين زايدين تو طلع لك طاح لك البوان طاح لك البوان ديريكت تو تو انت ولا كيش عرفته؟ انت ما يحط البوان منا والربير منا اي البوان غادي يثبت لي في البوان غادي صحيح ولا لازم نعمل الناحيه 15 نثبتوا البوان صحيح ولا لا؟ البوان غلط او حسب هكا غلط خاطر ما قلت لك ديما البومب هذه اش بي
ما يعطوهاش قيمه، يقولوا يعني خاطر بما انها ماهيش تابعه الموتور، يقول لك ما فيهاش ريبير، ما فيهاش بوان، وهي فيها سنون، عدد نتاع سنون معينه، نوع معينه باش تحسبهم باش وحطيتهم مع الفيديو انا محطوط كل شيء، وساعات ما ينتبهوش بعض الميكانيسيانات ما ينتبهوش. طيب باش نفكوا نعاودوا ميز بوان من جديد، نعاودوا كلاج من جديد، شوفوا اللي كان على حسب ما شاف هيكل وكذا، توا فما سنتين زايدين في البومب. لازمنا نحو السيبور هذاك اللي يغطي على دو بينيون هذاك تاع الشان تاع الشان كروا، هما ديما يقولوا لي شبيك، يقولوا لي ديما شبيك تقول شان، قعدت هذيك هي كلمة شان، هي شان كروا، هي في الاخر ديما سلسلة فيها عدد من السنون. هذيك ديما البولون تاع الابراكام تعرفوها من جي هكا، ومن بعد نمشيو نشوفو البولون تاع الوقت هذي وين طايح. اي لازمها استنى اثنين ثلاث تقريبا ثلاث سنون زايدين، ثلاث سنون زايدين. لكن هنا هو لاعب في الابراكام، الابراكام مش مسنطر هيك. طبعا باش نعملو الكلاج تاع الشان تاع الشان كروا كيما وريتكم، لازم مش نحلو البولون الثاني هذاك تاع اللي نعملو به كلاج في الابراكام، بالتالي بلاصته ضيقة شوية، لابد من شوية من أو شفتوا كي نحل هيك نحل البلون هذية اللي هي تجي تغطي على البلاصة البلون تاع الكلاش تاع الريبير، وجاب بلون هنا كيما وريتكم في الفيديو الاخر مخدومه حاضره باش يكالي بها البركان من تالي باش يعطيني المسبوع او الكلاش الصحيح. نبوانتوها وندور لين نوصلوا نكالوا البركان كيما وريتكم في الفيديوهات الاخرين كيش نكالوا البركان. نحركوا شويه منه ومنه باش ما عادش يتحرك، ونشوفوا البولون تاعنا هنا صحيح ولا لا. ضايع شعره زاده في الابراكام كانت موجوده نص سنه يمكن ما بين طبعا كما وريتكم كما قلت لكم في الفيديو نتاع الكلاج هذاك لازم نعملوا 19 سنه بين الابراكام والبومب اتش بي 19 سنه في 19 دون نشد لك وعد انت فادي، خاطر تو كان جات الشان الجديدة فيها ريبيرمنت نتاعها فيها السنون الشلوط البيض هذوك، فما شوية ديكالاج زادة في البنيون لازم واحد من هنا ومن هنا يسلكهم باش يجيب حاجة صحيحة. هذا
هذه تنجم تحركها وقت نبدا نبرك مراكب والبوان موجود نجم تحركها كما تحب. العملية زي ما تكون كما يعني تنجم تخدم بهذا باش تعمل 19 سنة بالضبط ويكون البنوة هذا موجود ما عندك تتحكم هنا باش تاخد 19 سنة بالضبط وتكون البنوة متاع الفيبركان راكبة من تالي. بالضبط يعني ديما هي في في الوسطية يعني في اللنثة مش في الذكر 19 سنة في اللنثة. قلتون يعني حتى توم بكري كانت هذه في الأطرف توم كما حبينا باش يجيبوا 19 سنة لازم نحركوها شعرة. خاطر هو مضيع اللوطاني. خاطر هو مضيع الفيزبون اللوطاني متاع الفيبركان. تكون البنوة هذه نتاعنا موجودة ونكبسوا على رواحنا البنوات نتاع البنيوم نتاع الأربراكام كما هما لا نزيد ولا ننقص. نكب السطوندير نتاعنا نكب السكروا نحركوا شويه يمين ويسار باش نحو البنيون نتاعنا نحو البنون اللي في البنيون نتاع البركان ونحو البنون اللي في البركان. اخي البنون اللي في البركان تمام نفك البنو اللي في البركان رد باكم تنسوه ساعات انسان ينساه ويدي ماري اختار هي ولا البنو بتاع البركان كيف ديما انسان يثبت روحه قبل ما يعمل حد شيء. ديما نذكركم بعد ما تعمل الميسبوان وتعمل الكلاش حاول اعمل دورتين ثلاثه الموتور في الفارغ باش تشوف الميسبوان بتاعك صحيح ولا وحتى كان مش صحيح على الاقل ما تفسدش حاجه اخرى ممكن إذا كان غلطت في المسبوعة تنجم تعوج سباب تنجم تعوج برشا حاجات. ندوروا دورتين ثلاثة نحطوا الفيتاس 5 كيام أو المارشا الخامسة نحطوها وندوروا أو الرابعة اللي هي كان الأخر أخر يعني فيتاس ونعاودوا نثبتوا في الكراج نتاعنا صحيح ولا ونشوفوا. نعاود نعدوا السنون نتاعنا شوفوا تو هذه كلها دمغي راهو عندنا نجم كنا نتبعوا الريباريات ونجم نخرجوا لكن كلها دمغي يعني باش ما اللي يعرف واللي ما يعرفش. الكابتيرو نعم زين تو لحظة خلنا نعطيهم فكرة على الكابتير. هذا الكابتير نتاع الأبراكام هو اللي مش عم يعرف الكابتير نتاع الأبراكام شتو يركب في السيبور نتاع السيبور نتاع الشان اللي جينا هنا هو يركب في السيبور طبعا يقرا الابراكام يقرا البومب اتش بي من جنب احنا نسموه كابتير الابراكام هو يقرا في البومب. البلاصه ضيقه شويه ماذا بين الانسان يركبوا كان نفك يركبوا في مكانه قبل ما يرجع السيبور بلاصه نركبوا السيبور نتاع كما هو باش نخدموا ونجربوا ونشوفوا ان شاء الله تكون عملية ناجحة ويرتاح مولاها من المشاكل.
ركبوا خيط الكابتر يركب يخدم على البومب اتش بي. او بعد ما خدمنا كل شيء نجموا نزيدوا ندوروا دوره اخرى فماش حاجه تمس باش نثبتوا ما نسيناش حاجه باش نعاود نجربوا نخدموا ان شاء الله العمليه تكون ناجحه ولا بس. هاي دي مارس يعني. نحي فيتاس سانكيام خدم الله مصلي على النبي العمليه ان شاء الله نجحت ولا باس. خدم هاي جاني شويه ناس ما العمليه ان شاء الله نكون هذاك حد الباس نجحت. اجي اعطيني احكي لي على القصه نتاعك مش غيرك يستوعب العمليه. العمليه الكهرباء هذه قلت انت شريتها تو عندك قديش ليها؟ عندها عام و عام شهر وانت تعاني في المشكل هذا؟ نعاني في المشكل من هذا وما حاولتش باش يعني تصلح المشكل؟ ما عنديش وقت وما انا اول جيت تو باش نشوفها. والغلطه اللي صارت لك كونك انت ما تعرفش الكهرباء طول من شريتها من عنده طول عادتها للميكانيسيان باش بدل لك الشان. اي وانت من وقتها ما ربطتش العمليه يمكن تكون الشان غلط ممكن ما سالتش ميكانيسيانات سالتش حاجه ما شفتش. انا ديجا نبقى كيكة بالمرتين ثلاثة تحت عندي ماري نمشي. اي تو باش نعاودو نرجعو كل شيء كما كان السيبور والكاش نتاع الشان كل شيء ونزيدو نجربوها التجربة الأخيرة. تو كملنا العمليه كلها وتو باش نجربوا المرحله الاخيره ان شاء الله تكون العمليه ناجحه. هاي خدمه هاي سكت وعاود خدم. هذه كانت وقت اللي عاود ديماري في نفس الوقت ما تخدمش الا بصعوبه. هاي الحمد لله طلع المشكل في الكلاج نتاع الشان مش مكاليه باهي الاسبوع نتاعها. ان شاء الله العمليه تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.